موسوعة قائمة بذاتها استوعبت تاريخ أسرتها الحاكمة دهراً، فتخطت الزلات كافة التي تركت أثرها في الذاكرة، وصنعت مسيرة فارقة ستتوقف الأجيال القادمة عندها كثيراً بالبحث والدرس حتى تمتص رحيق عراقتها. فما هي القصة؟ جسدت الملكة التي لا تكبر أبداً مسيرة عظيمة حافلة بالمعطيات الحالمة كافة، وزاخرة بعنفوان الأسرة الحاكمة في رحاب تاريخ منطقة تعج بالحضارة والتميز، فصعبت الأمر على من ستخلفها، لأنها بالطبع أضحت خارج نطاق المنافسة. لكن عندما ترصد مسيرة السيدة الأولى التي برهنت على عظمتها وتركت الرسائل القيمة لأسرتيها الصغيرة والكبيرة باعتبارها أم للجميع في دولة يقدر شعبها قادته جيداً، ربما تتوقف عند ثلاث محطات فارقة. محطات غيرت وجهة الملكة من بدايتها الحالمة البسيطة إلى حياة تعج بالإثارة والفخامة، شعرت من خلالها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وبالدور الذي يستوجب عليها القيام به في سبيل رفعة مملكتها القائمة. الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني والسيدة الأولى في المملكة الهاشمية والملكة الأم فيما هو قادم، التي أدركت قيمة قوتها الناعمة فاستغلت مكانتها جيداً لبث الروح الإيجابية والثقافة التي يحتاجها مجتمعها العربي. وربما كانت المحطة الأولى والأكثر أهمية في حياة الملكة صاحبة الخمسة عقود هي مسألة ارتباطها بالأمير عبد الله بن الحسين آنذاك. وفي العاشر من يونيو عام 1993 تزوج في أجواء أسطورية بمعايير ذلك الوقت. ست سنوات فقط وتسلم الملك سلطاته الدستورية بعد رحيل الملك الحسين، وبدأت السيدة رانيا الياسين المولودة عام 1970 حياتها كسيدة أولى خارج نطاق دراستها في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة. سرعان ما أسفر الزواج المقدس عن الأمير الحسين ولي العهد والأميرة إيمان بطلي المرحلة الثالثة، والتي وجب التنويه عنها قبل المرحلة الثانية لأنها شكلت دوراً جديداً في حياة الملكة التي لا تكبر أبداً. فبعد أن تولى الأمير الحسين ولاية العهد أضحت هوية الملك القادم واضحة جلية للجميع، وهو ما ينتقل بالملكة رانيا إلى مرحلة جديدة ستكون فيها الملكة الأم، وبالتالي سيكون دورها مختلفاً عما عهدته في حياتها. وربما الرسالة التي وجهتها إلى الأميرة إيمان بمناسبة زفافها أوضحت قليلاً من الشكل المنتظر للسيدة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعد، حيث كانت رسالة عاطفية مؤثرة تتحدث عما تمثله الأميرة للملك وولي عهده، حيث وصفتها بأنها حصة والدها التي حملها في عينيه، وكذلك الأخت الكبرى التي تحيط إخوتها من حولها بمشاعر الحب والحنان مهما كانت التضحيات والظروف. أما المحطة الثالثة في حياة السيدة الأولى أن الملكة تعمل بكل طاقتها لتحسين مستوى حياة الأردنيين من خلال دعم مساعيهم والمساهمة في إيجاد فرص جديدة لهم عبر جهودها اللامتناهية في مجالات تطوير النظام التعليمي، وكذلك لتمكين المجتمعات والنساء وحماية الأسر وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والريادة من خلال المجتمع وخاصة بين الشباب. برأيكم هل نجحت الملكة في محطاتها الفارقة؟